المجلس الوطني طبقا القانون الأساسي هو الوحيد المخول بالبت في أي حركة احتجاجية وفي طبيعة هذه الحركة وتاريخها. لذلك نحن كمجلس وطني قبل انعقاد المجلس الوطني في يوم 23 أو 24 ديسمبر القادم نقول أن أي بيان لا يصدر عن المجلس الوطني الشرعي فهو لا يعنينا ولا يعني الأساتذة. ولذلك فنحن نحذر من أي استغلال للوضعية السياسية الحالية للبلاد في من خلال ما رأيناه مؤخرا من بعض الدعوات من طرف المشقين المطرودون من الكلاس. ونحن نقول أن هذا البيان الأخير أو هذه الدعوات الأخيرة لتسجيل مواقف إيديولوجية جهوية، مواقف سياسية بعيدة كل بعد عن طبيعة العمل النقابي الحقيقي. نحن نقابة سوسيومهنية، طبيعة العمل تانا هي خدمة الأستاذ الجامعي وخدمة الجامعة الجزائرية، ونحن ننأى بأنفسنا عن كل عمل سياسي وعن كل تخلاط في الظروف السياسية الحالية.